سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل فيسبوك الصفحة غير متوفرة. قم بالضغط هنا على ضبط الهتافات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الفيسبوك خاص بكم، قم بالضغط هنا على الفيسبوك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن فيسبوك خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بالضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم فيسبوك. هكذا نكون